ورجعنا معكم طلاب في البارت الأخير والثالث في قصة أو قطعة زي الطارق. إحنا بالبارتين السابقة طلاب اتطرقنا لمن؟ القصة بشكل عام اتطرقنا إلها، ومن هو زي الطارق؟ هو سائح عراقي، وين راح؟ لمصر، الشرم والشيخ، عنده إجازة راح يقضيها بالبحر، وهجم من قبل الشارك، وشلون الدلافين نقذته، وجميل وأحمد اللي هم خفر السواحل شلون قاموا بالإسعافات الأولية إله. زين، وحلينا مجموعة أسئلة لكل بارت، مجموعة أسئلة. هسه حاليا عندنا بكتاب النشاط Activity Book Page 6 بصفحة 6 هذا التمرين فراغات. احنا شو مسوين حاليا؟ هنقول لكم هسه حاليا. عندنا الجملة الأولى، زي طارق ووز وين كان؟ On holiday، كان في سفرة. ثانية، When he was attacked by the shark، يعني عندما هجم من قبل القرش، he وين كان هو؟ was lying on a plastic matters، كان صاعد على بلن بلاستيكي وهجم عليه القرش. ثالث، طارق was beaten by the shark، طارق ايش بي يعني صار له، was beaten by the shark يعني عضايا هو القرش. عندنا هنا 6 دولفينز، 6 دلافين ايش بيهم دول سووا؟ protected طارق، هم اللي نقذوا طارق، لان نعرف انه بالبحر لو ما دلافين لا كان هسه طارق وين؟ خبر كان. زين، عندنا الجمله اللي بعدها، طارق was rescued from by sea، زين طارق وين تم انقاذه؟ على اليابسه وعلى البحر؟ على البحر، من الدلافين نقذته مين؟ من الشارك، by sea. الجمله الاخيره، when he got back to dry land، عند ما وصل لليابسه بعد ما نقذته الدلافين وصل لمن؟ للساحل على اليابسه. He was taken، تم أخذه وين؟ To get medical attention، يعني انطوا العناية والاهتمام الطبي. نعرف انه الخفر السواحل سواء كان جميل او احمد من انطوا بلاستر وباندج وسووا له الميديكال ايد، الاسعافات الاولية، وبعدين خذوه المستشفى. هذا التمرين. بالنسبة للتمرين اللي بعده يصير على صفحة 7 طلاب، اللي هو اسئلة على يعني مجموعة اسئلة على زياد طارق. زياد طارق احنا بالبارتين حلينا مجموعة اسئلة تقريبا 8، واضح؟ زين، بقية الحل ما نقدر نكتب، احنا كل ساعة نكتب هنا راح يطول الفيديو، فالاسئلة جاهزة ومترجمة بالعربي بالملزمة مالتي، مثل ما قلت لكم تطلبونها عن طريق رابط او موقع الواتساب حصرا، واضح؟ فنلتقي ان شاء الله في فيديوهات قادمة، ومع الف سلامة.